من ليتو لعب نادي الانتر مسيره 10 هدف فاضي امامنا افرا افرا لسه بنحكي الهدفين لسه بنقول اين اهدافك يا افرا ايمانويلسون يصلح كوره حلوه 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 وامامنا زلاتان ابراهيموفيتش يسجل هدف لفرناند هدف الامان لفريق نادي الميلان وامامنا الهدف بيجي في الدقيقه 64 يا سلام على الكوره الحلوه من جانب اللاعب افرا يا على الكوره تسديده في منتهى القوه هدفه رقم 19 ادي امامنا روبينيو الى ايمانويلسون وادي امامنا المساحه وابره بقى في كوره لا تحتاج يعني من ابره انه ان يضع فيها بقى الهفته السحريه ادي امامنا ابره كدبره هنا الساحر امامنا في هذه اللقطه يضع الكوره في منتهى القوه هدفه رقم